دائما تعرفون والله العظيم كثير اطلع مثلا احيانا والبس والمصيبه اني ما اتصور جد جد والله العظيم والله بس حلو ما اغير صح خلاص مقتنعين بالكشخ مقتنعين بالكشخيه كوت 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 الله يا ريتكم كنتوا خواتي كده حطكم تمام شفتوا احسن من النفنوف البسي ترتر البسي شيء فيه لمعه وينها اللي كتبت هذا الكومنت المروح حسيت هذا الاي شادو بهت لا مو هذا مو بس هو بهت هون بس في الواقع اسود يمكن هون الاضاءه ترى في الاضاءه والله احلى والله احلى بكثير يعني ابي اوريكم بس يعني ابي اشوفكم يعني تكفون تعالوا شوفوني على الواقع ايش رايكم والله والله انا احلى في الواقع يعني ما اعرف وجهي هون يبان مربع بان كاني فيها اعاقه غريبه انا هون والله حتى الفلاتر على السناب ما يليقون علي صوري فيديوهات دودو والله انا اخجل اصور فيديوهات وانا كشخه اخجل ما اعرف اصور رينا الشنطة دقيقة دقيقة أثبتكم أول شيء يا ربي ما تطيحوا بس الكعب ألبس الأبيض عادي حتى لو مش ماتشي ماتشي مع مع ال مع هذا شنطة غيريها ما عندي ابيض ما عندي شنطة بيضة بس حسيت الاسود انيق والله الاسود يعطي كذا اناقة وكلاس والله مو ضروري ترى مو ضروري يصير ماتشي ماتشي خلاص تعقدوني ترى انا شوية واتعصب اقلع كل شيء واروح انام وصارت كتير يا الله شعري حلو يعني ما 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 اضيف له ولا شيء صح اخليه كذا صح صح افك بس هذا الرول كذا لما الغزاله تكون رايقه ايوه ترى كل البنات حلوات بس بمزاجهم ايوه بمزاجنا ترى لما نكون نفسيتنا حلوة والغزالة رايقة بنكشخ وبمزاجنا نصير مو حلوات بمزاجنا اوكي الشنطة شو راح نحط فيها هذه اصعب مرحلة حطيت فيها هذا اوكي هذه يعني اخيس مرحلة هذا راح احطه ما بعرف احس انه بدي احطه ما اعرف اوكي حركة بسويها كثير لعن بسيطك اوكي ما عليكم دقيقة أوريكم حوريكم شو راح ناخد في الشنطة يربي مطيح يربي مطيح أوكي راح ناخد هادي
مهم تكون عندك. ليش؟ لأنه أنا مثلي يعني أنا ما أعرف في زماناتي كنت يمكن شجرة، فالزيت يطلع من شعري من وجهي. أيوة الزيت كده، أنا حاسة إني في قبل ما أكون إنسانة كنت من الشجر. أيوة في يعني في الحياة القبل. فمشان هيك يعني الزيوت بس أجلس أطول في الجلسة صير الزيوت تطلع من وجهي. فباخذ هذا تمام، وباخذ معايا كمان شو هذا، هذه الباليت. اوكي تمام، بناخذ روج راح ناخذ اللي حطيناه هذا، وكمان راح ناخذ هذا لانه حطيناهم اثنيناتهم. اوكي شو كمان، الشاحن. اوكي الشاحن بعدين، فكروني. الكارت البنك ما اعرف يعني يمكن يسحبوا علي بعدين ما الاقي ادفع الحساب او شيء. شو كمان؟ عطر، حطيت هذا العطر الصغير هذا. هو انا سويت عطر جادور، حطيت بارفان، حطيت هذا البارفان كبير واخذت هذا الصغير. ايوه شو كمان؟ طبعا هذا الشيء عشان ايوه لا يغركم، تراني انسان ازمتي. ايوه هذا هذا الفيب حقنا. ايوه هذا الفيب، بعد البنات عندهم هذا الفيب. ايوه شو كمان؟ مرايا، ما احب اشوف نفسي كثير يعني لانه اصلا بصير وجهي ما بيعجبني لما اكثر من المرايا، يصير وجهي ما يعجبني جد والله. شو كمان؟ ايه الهدية اكثر نسيت الهدية. أيوة الهدية، هدية والله آخرتي راح أنساها، حاسة إني راح أنساها. المهم شو كمان؟ منديل أم كلثوم أنا. ليش منديل؟ لوشن. لا الله يسعدك، أنا رايحة للحفلة عيد ميلاد. دقيقة، في عندي مرطب. وين حطيت المرطب؟ احلى مرطب عندي في الحياه، احلى مرطب ممكن تشموه في حياتكم، تحطوه على ايدكم تصيري بس تبوسي فيها. تعرفي طوم وجيري كده؟ شفتي طوم وجيري لما يشوف حبيبته يسوي له كده؟ راح تصيري لما تحطيه. بس خلوني ادور عليه وينه. دقيقه، لانسز، ربطة شعر. يمكن يكون رقص فبعدين أعرق وأنا أرقص. يعني شوفوا أنا مو رايحة أرقص يعني، بس يمكن الظروف تجبرني. أنت تعرفوني أنا إنسانة بسرعة الظروف تجبرني، فراح ناخذ ربطة شعر احتياط. اللون ملايق صح؟ دقيقة، وين نجيب ربطة سوداء؟ الهوية ضايعة. اوكي رح ناخذ هذه الربطة. الهوية ما عندي، انا بدون هوية. بخاخ فلفل. لا حبيبتي انا في دبي. انا مش في قصرية عزيزة. انا في دبي يا جماعة. دقيقة. استشوار، لا تحمستوا الحلقة يا جماعة، حاطة حلقة اقسم بالله سوي لكم مكبر والله العظيم، هذا حلق. شوفوا
You